احنا ننتهز الفرصة في شعبان وفي الأيام المباركة وكل الأيام على فكرة مباركة. طيب. ونقول للناس الكلام ده والله. أمر الكورونا ده اللي هازز الكرة الأرضية طبعا. ما ياخدش عند ربنا ثاني. بس احفظوا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. على كل المستويات بقى. وده هي كده شاطر. نظري وعملي. وفي حاجة كمان بس ده أنا عايز أفسرها قبل ما أوصل لي. دي المرحلة التانية سبقتني أنت بيها. لا. إن الله لا يغير ما بقوم من نعمة فيشقيهم إلا إذا غيروا ما بأنفسهم بالتوسع في الظلم. يعني اللي في نعمة لو توسع في ظلمه ربنا يشيل النعمة منه. هو غير ما بنفسه. واللي في نقمة وعذاب وابتلاء لو غير ما في نفسه ربنا يكشف يتبدل ذلك. بالظبط كده. فالحقيقة اللي أنا عايز أقوله إن ما تخافش قوي لو خدت الاثنين بقى للمرحلة التانية بتاعت حضرتك يعني النظري والعملي. احنا بنقول يا فندم تقول لي يا رب وانا لا املك الا الدعاء. لا تملك. تملك تدي الحق لاصحابه. تملك تعتذر انك تفسر القرآن من غير ما ترجع لمصدر. تملك انك انت تدي الجار حقه. تملك انك انت تتقي الله في عملك. تملك انك انت تشيل السواد الوسخ اللي في قلبك ما عاشش ده لكل البشرية. تملك حاجات كتير جدا وساعتها وانت بتقول يا رب ربنا يستجيب. ادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. وربنا ساوى بين المنافقين والكافرين وقالوا الاثنين خوات وبعضهم من بعض والاثنين في جهنم. فكما ان دعاء الكافرين في ضلال دعاء المنافقين في ضلال. طيب ارجع بقى تاني للجدول الضرب. ايوه كان صلى الله عليه وسلم لا يصوم شهرا كاملا الا ايه؟ الا رمضان. جدع. وما صام اياما كثيرة في شهر إلا شعبان. يعني أكتر عدد أيام كان بيصومه بعد رمضان هو في شعبان. تمام. الكومبليت لده وكومبليت في رمضان أونلي يعني. تمام. بس في ناس بتتابعنا الحياة في أمريكا ودول كتيرة جدا والله العظيم. يعني عايز أعمل أنا وأنت حلقة كده وإنجليش لانجوج كلها. أيوة. طيب. ونقول بقى الله كريتد أس أي تو نو هيم. وان احنا ندعي ازاي ونعمل ازاي. شوف ليه اكتر ايام كان يصومها. ده انا هقول لك على معنى لو احنا فقهناه بلغه الفقه يعني من دلعها الدنيا كلها تتغير مش بس الكورونا تروح. احنا فوجئنا كلنا بمعنى لم يكن في جاهليه ومع مزيد من التحسر لم يكن في إسلام مع المفروض يكون في الإسلام. الصحابة كانوا يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنت ليه بتعمل كده. أنت يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان طول النهار ودي أنا عارف إن لك اهتمام خاص بيها. كان يقول يا رب عاوز أبوك من الدين وبتاع وأنت أنا عارف من زمان إنك بتحب الفيزات والحاجات الحلوة. أنا فكان عليه الصلاة والسلام في اليوم كتير جدا. اللهم إني أعوذ بك من الدين المغرم يعني سعودي. والحديث يروى بالمعنى والدنيا جميل. الصحابة قالوا له ما أكثر ما تستعيذ بالله من المغرمي. فقال لي إن الواحد اللي عليه دين إذا حدث كذب ويوعد ويخلف وحاجة يعني كده. فأنا عايز أمشي على قد الحافي أمد رجلي علشان لا أكذب ولا أوعد وأخلف. كانوا يسألوه فسألوه برضه أنت بتصوم في شعبان أيام كتيرة ليه؟ قال هذا شهر يغفل الناس عنه ما بين رجب ورمضان. رمضان فيمس أنزل فيه القرآن وأظلكم شهر مكانته. كريم مكانته جدع. ورجب مكان شهر الله الحرام إن الأربعة منها أربعة الحرم على الشمال في التوبة. الناس بتعظم رجب من قبل الإسلام. لما جه الإسلام ما قالش ما تعظمهوش ده نزل القرآن فيه وفي إخواته اللي هم ورا بعض محرم ذو القعدة ذو الحجة المحرم ورجب سموه رجب الفرد عشان لا قبل منه شهر حرام ولا بعد منه شهر حرام. يعني شعبان مش شهر حرام ورمضان بالمناسبة مش شهر حرام لأن يعني كتير جدا من الناس ولا مختلف أي. فرجب شهر فيمس ورمضان برضو شهر فيمس. تمام. شعبان سائط في النص فالعين مش عليه. المعنى ده قاله مبروك عطية الوظيف حضرتك
عضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة وعميد الدراسات الإسلامية و347 كتاب وبيلعبوا على الليالي الثلاثة. لا ربنا يديك الصحة. قرر إنه يصوم فيه. لهم الشهر ده في ناس بتغفل عنه لأنه سائط بين اتنين يعني بين واحد طويل. بين كبار. أشبهها لك. واحد طويل جدا، تاني طويل جدا، واحد في النص صغير قصير. طيب. العين مش هتبقى عليه قوي يعني. فلما نقول للناس كلها ان اللي في النص ده هو اللي معاه المليارات، كل عينك هتسيب الطوال وتبص له. فاراد ان يكرم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا تغافل الناس عنه لانه لما قال انه ترفع فيه الاعمال. الله يسترك. وهو شهر ترفع فيه الاعمال، ما قالش ليله النص بقى ولا ليله الربع، الشهر كله. الله يسترك. وبالتالي احنا دلوقتي ليه زنقين نفسنا في ليله ويوم؟ فعشان كده هو كان سيدنا محمد كل شهر يعني كان بيصوم اوقات متاكتر، اكتر شهر يصومه. اي والله بره رمضان. بره رمضان الله يفتح عليك. يعني يصوم 13 و14 و15 على فكره اديك عباره